قمنا بتنظيم المسيرة هذه بمطالب شعبية، وإحنا ما نطويش تحت حتى حزب وحتى جمعية ولا حركة. إحنا شباب تونسي ما عندناش حتى انتماء سياسي، تعبنا من الأحزاب، تعبنا من الأحزاب اللي يعني مطالب سياسية أكثر منها اجتماعية. إحنا اليوم قلنا ليش لا أنه التونسي يوصل صوته بالمطالب الاجتماعية هذه، منها يعني أنه نوقفوا الأسعار عند حدها، معناها خطر زيادات كبيرة في الأسعار. ومطلب الثاني هو توفير الأمن لكل تونسي، واللي فماش حتى تونسي يقول لك لا أنا كونتر شيء هذا. ما عادش عن أمن في بلاد في بلادنا توا، نراو في السلاح يدور، نراو في عباد تموت، ما الحقيقة ما هيش قادر تخرج. والنقطة الثالثة في المطالب متاعنا هي قضية شكري بالعيد، خصوصا شكري بالعيد، الخطر راو مش سهلة في تونس اغتيال سياسي، نوصلوا للنيفو هذا اغتيالات سياسية راهي مشكلة كبيرة. كما اليوم مات شكري بالعيد، ينجم غدو يموت 20,000 إنسان سياسي ولا مش سياسي. احنا ما نحبوش نوصلوا للشيء هذا. أنا ضد النهضة، ما نحبهاش النهضة، كرهتها وعفتها وفديت منها الاغلى والنتونية، وكرهنا احنا روايحنا معاها، تبعد علينا والفلس والدنيا كاملة والبطالة والدنيا الكل. انا ما عادش عيني بها النهضة، ما حشتناش بها باش تشد لنا بلادنا، حطمتنا حطمتنا علينا، نمشيو خايفين حتى على روايحنا على صغارنا على الدنيا الكل. كيلو البطاطا بدينار والبصل بدينار، اش عندها عملت لنا النهضة؟ علاش؟ على خاطر فدينا فدينا، نحسوا بضغط كبير في حياتنا. ولاد النهضة انتخبوها الله يهديهم اللي انتخبها، جاوا يتعلموا فينا، تعلموا فينا باش يقتلونا، تعلموا فينا باش يعذبونا. في عهدهم شفنا اللي ما شفناهش، شفنا من الاغتصابات للقتل للرش للاغتيال السياسي اللي ما صارش في عهد بن علي. والأتعس انهم وزير الداخلية نورمالمون يستقيل، يحشم على روحه يستقيل، أكرم لهم على الأقل طريف الحياة اللي عندهم يستقيلوا وزير الداخلية. لا، زادوا عينوه على رأس الحكومة، شجعوا فيه شجعوا فيه. نقول لك مش باش تدوم النهضة، أنا نطالب بحاجة برك، لو كانوا واثقين من أنفسهم يا نهضة يا غنوشي، إذا كانك واثق من نفسك حيد وزارات السيادة ونوعدك تتفضح في 24 ساعة، على خاطر ما قعدوا لك كان السكرجية والميليشيات وخريجي السجون. أما التونسي بالمجد ولد بورقيبة، والمرأة التونسية اللي علمها بورقيبة وثقفها وخرجها تقلعك من جذورك. يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح، 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 يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح. سي محمد كيلاني كأمين عام للحزب الاشتراكي، اليوم نحب نسأل شنو هو تفاعل الأطياف السياسية حزبك أو الاتحاد من أجل تونس اليوم مع تعيين علي العريض كرئيس الحكومة؟ لا، الاتحاد مازال ما خرجش موقف رسمي، لكن بالنسبة لحزبنا واضح الموقف، اللي كونه تعيين علي العريض هو تلبية لطلب حركة النهضة، ونحن ضد هكا التلبية هذيك، ونحن معنا مع الخطوة الأولى اللي عملها سي جبالي، وكنا نراو فيها خطوة إيجابية اللي كونها بإمكانها باش تمشي في الاتجاه الإيجابي، لكن أجهضوها نتاع سي جبالي وتتحمل لهنا زوز حركات يتحملوا المسؤولية، حركة النهضة والمؤتمر يتحملوا المسؤولية في إجهاضها، ما ثم حتى طرف آخر اللي يساهم في إجهاض الخطوة هذه، لذلك نعتبرهم هم المسؤولين ويدبروا رؤوسهم على المقاومة على مواصلة الثنية هذيك، الخيار هذاك يتحملوا هم مسؤولين. حبينا نسأل في نفس هذا السياق، يعني كيف تقرؤون سياسيا استقالة حمادي جبالي من رئاسة الحكومة وتعويضه بعلي العريض من نفس حركة النهضة؟ يعني هل هي مناورة كما اعتبرها البعض، أم يعني تقرؤون حسن النية في استقالة حمادي؟ حتى لا أقول أنها مناورة، هي إعادة ترتيب للحركة، إعادة ترتيب صفوفها، ولها الحق في ذلك. معناها تحب تحضر الشخصية اللي مش تقدمها، معناها الانتخابات الرئاسية ممكن. هذا شيء موجود يا شيخ حبيب بركي، معناها حاشي معناها اللي اختل بشكل بالعيد، ويزم النهضة تخرج تكمل لحظة بيدها وتخرج، فهمني؟ شعب فد، شعب ما قش في تعشى عشاء ليلة، شعب بطال، فهمني؟ الواحد يمر ما قش حتى مش يداوي، وربما بتيس بي ثلاثة تقرب،
علاش بين كله فهمني ويتعاركوا على الكراسي. الفلوس وين هي؟ الفلوس مليارات قالوا مليارات وين هي؟ كيف قال الفرنساوي وين الارجون؟ وين الفلوس فهمني؟ وين هي الفلوس فهمني؟ تحاد عشان عبيت بيت البرة، شرع بيت بيت البرة فهمني؟ وين الفلوس فهمني؟ قال الغنوشي تغنوش بورقيبة حكم عليه بالعدام، هذاك بورقيبة هذاك حكم عليه بالعدام. سال كالو بن علي شكون قتل شكري بالعيد تو سامبلومون. استاذ الدين الحزقي، اليوم وجود الشارع الحبيب بورقيبة كان نقولوا علاش؟ اولا لان شارع الحبيب بورقيبة شارع الحرية وانا نحب نعشق الحرية. ثانيا لاني انطلاقا من الحرية جيت نحبر على رايي في ان الرفيق والشهيد شكري بالعيد حقه قاعد نشوف فيه يتلاشى، يتلاعب فما تلاعب بحقه، وانا مصر كمواطن وكصديق وكرفيق سابق اني مصر نحب نعرف السيد هذا شكون قتله. شكونتي شكون قتله؟ مانيش مسلم فيها. نحبوا نعرفوا شكون قتل شكري بالعيد، حبوا نعرفوا وقتاش يعملوا لنا دات لل معنا للانتخابات الجايه، ومو هكاك نعرفوا روحنا علاش قادمين للطمئنه سورتو. مادام انت شنو مشكلتك مع الشرع؟ ما عنديش مشكله. مشكلتك مع النهضه؟ ما عنديش مشكله. ليش هابطين اليوم تسبوا في النهضه؟ تقوم بالعمل نتاعك كما ينبغي فقط. خليهم يلعبوا. اني ما تعملش فرق ما بين ما تقسمش الشعب التونسي على اثنين. انت شنو مشكلتك مع الشرعيه بالضبط؟ لا ما عنديش مشكله. شو كنت تقول فين ما قلت هي الحكومه الموجوده حاليا تو حكومه شرعيه معناها؟ هي حكومه شرعيه. انتخابات معناتها؟ وينه ويني؟ هي حتى الشرع ما تحكمش فيه. من اليوم انت عليه في الحبيب بورقيبه كي حكومه شرعيه؟ لي مطالب عديده. مثلا؟ مثلا نحب نعرف شكون قتل شكري بالعيد. كهو وغلاء المعيشه. مادام فما قضاء، مادام فما قضاء قاعد يخدم، فما حاكم تحقيق قاعد يخدم، فما لجنه الدفاع قاعده تخدم، عليه ما تستنيوهمش معناها؟ لا نستنيو، قد نستنيو عاد نقول لك مثل بالشعب. مادام رفيق الحريري الى اليوم ما عرفوش شكون قتلوا معناها. احنا كيف ما لا سامحني، ليه احنا الشعب التونسي ما نشبهوا لحتى حد؟ احنا اليوم معناتها جينا لمسانده التحرك هذا، ما كانش عندنا حتى رغبه يعني باش انه التحرك هذا نحولوه لتحرك بتاع احزاب سياسيه ولا اطراف سياسيه. نحترموا انه تكون فما مبادرات مواطنيه يعني ديزنا انيسياتيف سيتويان، هذه نشجعوها، واحنا بحضورنا نحاولوا ندعموا التحركات هذه ونقولوا راي في تونس محتاجه الى انه شبابها والى انه المجتمع المدني والى انه كل الاطراف تحس نفسها معنيه بالقضايا نتاع المواطنه وقضايا الديمقراطيه وقضايا الانتقال الديمقراطي، واحنا هنا فقط باش نساندوهم لا غير. شويه كونتينيو اما راهو هما سي لو ديكلا يفودري كو كونتينيو يلزمنا هكا. الشارع هذا مهم، سي تري امبورتون، يفو سو موبيليزي كل يوم. كل يوم مثلا ليدي انه شاك ميركوردي العباد تجي ساعه قدام وزاره الداخليه بور رابلي. سمير شوف سمير قاعد تحرض في المواطنين على التظاهر. يزي من ريق البال نتاعك انت سمير. قاعد تحرض في المواطنين على التظاهر، على التظاهر السلمي، على التظاهر السلمي، دور معارضه كل يوم، على التظاهر السلمي بيان سور، اما مش الضرب والواحد كي نتاعهم هما والتكسير والاعتداد. تو فما شكون يشريو شوية وبرا مخير البيوع في مظاهرات النهضة ولا في المظاهرات؟ والله ما لازم نبيع فيها، أنا بطال وندبر في راسي لو مركي في نهاري وكو.